ولمناقشة قضية الألغام المنتشرة في مناطق العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني موقع شير أمريكا في تقرير له يقول إن إزالة المتفجرات والمخلفات الحربية في العراق يستلزم عدة سنوات. سيادة العميد بصفتكم رجلا عسكريا، هل فعلا يحتاج لعدة سنوات؟ حياك الله أستاذ محمد. أخي كل فترة زمنية لمعالجة هكذا مخلفات عسكرية سواء كانت ألغام أو عبوات أو قنابر غير منفلقة له علاقة بنوع المعركة التي دارت في تلك المناطق. المعركة التي حدثت في العراق سواء في الموصل أو الأنبار أو الفلوجة أو القام أو تكريت وغيرها من المحافظات السنية جميعها كانت هي عبارة عن حرب غير نظيفة، ويمكن تسميتها بالحرب القذرة سواء على مستوى نوع السلاح أو التعبئة المستخدمة. لذلك هكذا حروب تكون نتيجتها هي تلف كم هائل من هذه المتفجرات الغير منفلقة. الفترة الزمنية التي تتكلم عنها هذه المنظمات الدولية وغيرها والمتحدة والمواقع الرسمية تتكلم عن اتساع رقعة جغرافية كبيرة تنتشر فيها حقول ألغام ومتفجرات وعبوات ناسفة ومنازل مفخخة غير منفجرة. أيضا غياب الخرائط التي وضعت هذه حقول الألغام وعدم توفرها وعدم معرفة أماكن القنابر التي تم إرقاءها من قبل القوات الحكومية والتحالف الدولي، وكذلك هذه الألغام التي وضعت ونصبت والقنابر الفقاس لم يتمكنون من تحديد موقعها دون معالجتها. أيضا هذه الأماكن وإن عرفت مواقعها ستتغير أماكنها نتيجة الظروف الجوية والطبيعية والأمطار والسيول. كل هذه الأسباب تنعكس سلبا على الفترة الزمنية لغرض معالجتها. سيادة العميد، عملية إزالة المتفجرات، أنا رجل غير عسكري، لكن إذا كانت العناصر موجودة والأجهزة موجودة هل تحتاج فعلا إلى أموال سيادة العميد؟ أبدا أخي الكريم، بالنسبة إذا توجد تتوفر النية الصحيحة لغرض معالجة الألغام والقنابل غير منفلقة كان الأجهزة بسلطة بغداد عند تحرير أي منطقة يتم فرز جهد عسكري من القوة المهاجمة وتقسيم مناطق اللي تم ما يسمى بتحريرها كما يدعون إلى مناطق مساحات جغرافية منتظمة، وتقوم هذه المفردة اللي هي تابعة للهندسة العسكرية بمعالجة سريعة لهذه القنابل والتي لم يتم معالجتها. يتم وضع دلالات وعلامات بأن هذه المنطقة توجد فيها حقول ألغام، وبالتالي سيتم اختصار الوقت اللازم، لكن لا توجد هنالك نية صحيحة وهذه الأسباب، لأنه التعبئة المستخدمة أخي كانت تعبئة تدمير خارج القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، ولهذا تنعكس سلبا على المدنيين وإعطاء الضحايا الكثيرة من قبل هذه الحقول. سيادة العميد، تعتقد أن هناك تعمد في عدم حل هذه الأزمة هو من أجل عدم عودة النازحين إلى المدن؟ تعتقد أنها يعني أزمة مفتعلة سيادة العميد؟ أخي بالتأكيد، فالألغام والمتفجرات والقنابل الغير هي الصفحة الثانية من المعركة التي تم حسمها عسكريا، وهذه الصفحة هي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والمهجرين والنازحين ومنعهم بالعودة إلى أراضيهم وإدامة ممتلكاتهم، وبالتالي هكذا حروب سيكون لها تأثير أطول فترة زمنية من الحروب العسكرية دارت طرفي القتال. إذا هنالك تقصير متعمد من قبل سلطة بغداد لغرض منع النازحين من العودة، هذا من جهة. من جهة أخرى أخي، الحكومة اليوم تدير عدة أنواع من المعارك وتوظف هذه المعارك خدمة لمصالحها الانتخابية والطائفية والسياسية. لذلك نحن أمام حرب جديدة هي حرب الألغام، وهذه الحرب إدارتها من قبل سلطة بغداد والميليشيات وغيرها. من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لكم.